الجمل ده حقيقي؟ طبعا يعني انا لعبت السهره انت مش لعبه. Everyone انا هنا صح؟ ايه انت هنا. مفروض بعد كل هذا يا فندم ربنا يخليك يا رب. يا هلا ومرحبا فيكم عن جد. رويدة يا هلا بأهل الإمارات. يا هلا فيك حبيبتي. منورة. منورة باللي فيها أنت اللي منورة. يا حبيبتي. جيتي وكذا بس شفتي من بعيد الأجواء الإضاءة، وش حسيتي؟ وش لفت نظرك؟ أول شيء وأنا بالسيارة كان أقول لهم لا تقولون هذا السيت، قالوا لي هي، قالوا لي ليش؟ قلت لهم وايد حلو، جد وايد سوينا برامج، وايد طلعت برامج، بس فعلا وايد وايد حلو، يعني مبين إنه It's different، مختلف غير عن كل الديكورز أو سيتس. ما أقول إن البرامج الثانية ما كانت ستاتها حلوة بس هو متهيألي كمان مختلف شوية، مع إنك ما وجهتليش أنا السؤال بس لازم لا لا أنا ما أدري أقول لك يا هلا بأهل مصر ولا يا هلا بأهل الكويت، فما أدري شو أقول لك أنت. يا أهلا بالمهلي. يا أبدا تسلمي لي عن جد. وقول لي أنت. لا بجد المكان من بعيد وأنا داخل برضو قلت لهم يعني أولا موضوع إنه يبقى في أوبن إير بالمساحة دي صحيح، وتتنور بالإنارة دي ويتعمل لها الديكور البسيط الجميل ده. بصراحة تحية كبيرة جدا جدا لجلال الزكي بصراحة على الشغل اللي عمله. والله هو شوف يعني تحية لجلال وتحية للإكيب كله طبعاً. من الألف إلى الياء، لأنه حتى اللي شال أقل حجر وماشي وماسك الحصان ولا يعمل شيء ولا أي شيء، وأكيد جمهورنا يعني، والفرقة تبعت الدكتور علاء منورتنا دائماً طبعاً. دائماً طبعاً. يعني تحية لكل من ساهم في البرنامج. جو بدوي ليالي السمر. جو بدوي شوية. ما إحنا بدو كدا؟ واكيد انه بدو. خدتوا بالكم؟ انا شايفتك. هو يتكلم عشان يراويتشي. ايه يبغى يوريني. رويده خبريني، انا اللي اعرفه تعرفي في فتانين كثير اصحابي يقولوا لنا عنك انه انت دائما لما تطلعي في السفاري او تطلعي رحلات او كذا ما تغني مع اصحابك، خير ان شاء الله ليش؟ قولي لي. قلت ليش لفت علي؟ عايز اعرف احنا اصحابك برضه بالظبط. بس احنا كيف بنغني؟ فجأة لف عدد اللي يسوي. عايز اعرف الاجابة. اي اي تعرفين شو ربعي اغلبهم؟ تعرفين انت منهم طبعا. اي اكيد تعرفين بعض. تحية كبيرة بما ان نحن ويا بعض. كلهم من برا الفن اغلبهم، يعني مو من الوسط الفني. ويعرفوني من زمان ويتعاملون معي على اني رويدة صاحبتهم. ايه بالضبط. فلما نطلع كلنا نستانس، مو بطالعين ان لا رويدة موجودة فلازم تغني او تدندن. ممكن بالعكس حد ثاني يدندن وانا اكون اسوي شيء ثاني وهذا. تعرفين تستمتعين اكثر يمكن، ان الموضوع مو بانه دائما لانه يا ربعي فلازم انت الفنانة اللي تغني. اي بس مالي دخل، انا وخالد اصحابك وبتغني وجمهورك اليوم جاي عشان يسمعك، ما في تقولي لي ما ادندنوا في البر وما ادري شو. مو فكرت على اساس ربع ما بنغني. لا بنغني.